أنا اللي أفنيت عمري وزهرة شبابي كله أطور المواصلات وأعيش على راحة الراكب والمركوب. إحنا أصبنا نعمل هذا المؤتمر الصحفي استعداداً بقى لانتقال المرحلة الأولى من الوزارات ومجلس الوزراء إلى العاصمة خلال شهر مارس القادم. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. أحلى مساء للرجالة. دولة بيمس عليكم. انتقال الحكومة والبلد كلها إلى آفاق جديدة، إلى عصر جديد. لا يا حبيبي، ده شغلنا بقى. احنا إن شاء الله هنعمل كده نقلة في عالم المواصلات في مصر، وهندلع الدنيا وهنغير الأوضاع، هتتغير تماما. طبعا طبيعي إن لسه العاصمة ما اشتغلتش. لأول مرة الدولة المصرية بتعمل المواصلة قبل المدينة. احنا دايما نعمل المدينة قبل المواصلة. كل حاجة تمام ومتشتفة ومية مية يا عم الحاج. بعدين هذا القطار المتطور السريع الكهرباء، قطار الكهربي الخفيف. شوف يا عم المشروع اللي اتكلف قد ايه واللي الناس قاعده تتكلم عنه ومش شغال. يا عم حاول تفكر. مش شغال علي، مش شغال. هذا القطار بيعبر عن الحاله اللي احنا كنا فيها قبل 30 يونيو. 8 مليار دولار للشركه غير 11 مليار دولار لتكلفه المشروع بالكامل. يا عم ده انت هبرت، انا حلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يا فندم. هيمسكوا فيا يا فندم. يمسكوا فين يا كامل؟ لو مسكتك هنيئا لك. فالدولة ابتدت تشتغل على سعر التذاكر، اسعار التذاكر والاشتراكات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت هتعمل ايه متولي؟ التذكره اللي كانت ب 25 بقت ب 20. ده تقريبا 50% من قيمه التكلفه الحقيقيه للتذكره. ده القطر يا محمد يا زكي. ده حلوبر الدوله في مشروعات النقل بتاعته. ادفع يا رجوله جات لك. يعني هل الاسعار دي مرشحه ان هي ترتفع شويه بعد شويه عشان نبقى بنتكلم كلام واضح وصريح؟ يلا فين؟ ادي الراجل 2 جنيه بكشيش. ليه؟ ليه قاعد طول النهار توت توت في ودنه ديله؟ محدش يجي يقول اصل انتوا زودتوا التذكره بعد كده 5 جنيه و2 جنيه و3 جنيه. سيبه نسيب. كلها بتاعت مصر يا فندم. سيبه نسيبها كام؟ وسيادتك رئيس مصر يا فندم. انت القائد. ها؟ انا متفائل. اذا احنا رغم ان احنا مخفضين ثمن التذكره عن قيمه مصاريف التشغيل، ولكن كمان الاشتراك خفضناه تقريبا 50% من قيمه التذكره. القطار الكهربائي LRT بسبب ضعف الاقبال عليه. اتفضل بس يا بت. اسكت يا بت، ما اسمعش صوتك. طب سياده الفريق، هل كان في من الاول دراسه جدوى واضحه العدد الناس اللي ممكن تستخدم هذا القطار؟ في ناس بتعمل كده، تقول له اعمل المشروع يقول لك طب انا بس هعمل دراسه جدوى. عائد المشروعات اللي سيادتك اقترحتها لا يمكن يسدد قيمه القرض. انا عملت دراسه جدوى. دراسة ايه؟ 8 مليار دولار للشركة غير 11 مليار دولار. كل ده بالدين. فيتكلم يقول لك ايه؟ حجم الدين بتاعكوا زاد. مواصلاتكوا في ايد امينة، بتخطط لكوا كويس جدا. احنا جايين نشتغل عشان نخدمكوا. اصل انت كلامي وكلامك مجروح يا كامل يا وزير. محدش هيصدقني. اذا كنت انا مش مصدقك. وسابت الرئيس قال انا اسهل عليا ان انا ادي لكل شاب من شباب 10,000 جنيه، لا بلاش 100,000 جنيه واقعد وهم ياخدوا الفلوس هيصرفوها وتضيع منهم. يا عبيط يا عبيط، انا بحوشهم لك زي اخواتهم. ولكن لو جمعت ال 100,000 مع ال 100,000 مع ال 100,000. الرئيس السيسي اشترى طائره ب 500 مليون دولار. طيب قصور رئاسيه. طب بعد اذنك بقى انا عايز فلوسي. فلوسك شغلتها وخسرت معاك. خمسه بالحب. لا هي عشان تحصيل فلوسك كامل.